هو تيتخلص عند الناس، الارض ماشي ديالو، ديال ناس اخرين. اشكاليات كبرى نوعيه النصب، لانهم هو اعتقد نفسه لم يكن في وضعيه النصاب المحترف كما يتخيل. هاد الاموال وكذلك عقود عنده مع لي بنك، مع البنكات، غرق المواطنين وغرق البنكات، كيفاش كتشوفها انت؟ مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. نتواجد الان محكمه استئناف بالضه البيضاء في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربه كيتبعوه، موضوع باب دارنا. مشاهدينا الكرام، معايا الاستاذ مراد حركات، محامي بهيئه الضه البيضاء، وهو الدفاع ديال الوردي اللي هو موضوع النقاش. غادي نشوف مع الاستاذ حيثيات القضيه. استاذي الفاضل، كيفاش كتشوفوا هذا الملف وفي الاطار القانوني ديالو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملف ماشي وليد اليوم، هو تقريبا مدة 3 سنوات اعتقد وهو تيغوص في هذه المحاكم، بداية من المحكمة الابتدائية إلى أنه تم إحالته على محكمة الاستئناف من أجل الاختصاص، على أساس أن الموثق سي محمد الوردي ومن معه ارتكبوا جنايات تتعلق بالتزوير. المحكمة الاستئناف بعدما أحيل عليها الملف من طرف السيد القاضي التحقيق ناقشت القضية، حقيقة أعطت الوقت الكافي جدا جدا سواء للمطالبين بالحق المدني جميع المتهمين ببسط أوجه دفاعهم وعرض المسألة على أنظار المحكمة. وكان موقفنا نحن كدفاع السي محمد الوردي أو لا الدفاع ديال السي الموثق أنه ليس هناك أعمال تزوير، ليس هناك جنايات تزوير، على اعتقاد على اعتبار أن ليس هناك محررات رسمية توثيقية تم التزوير في شأنها أو طالها التزوير. هذا موقف الدفاع في هذه القضية يخالف قرار سيد قاضي التحقيق، والمحكمة الجنائية الابتدائية سيكون لها الفيصل في هذه القضية. فيما يتعلق بجرائم أخرى، طبعا إصدار شيكة من الرصيد بالنسبة لسي محمد الوردي فهذا لا يمكن أن نختلف عنه، فعلا صدرت هناك اصدر الشيكات بدون رصيد. فيما يتعلق بافعال النصب، وضحنا للمحكمه الجنائيه ملابسه هذه القضيه وظروفها مع انتفاء على حسب اعتقادنا العنصر المعنوي والركن الاساسي وهو سوء النيه في هذه الاعمال، والمحكمه سوف تقول كلمتها ربما اليوم او الاسبوع القادم في هذه المساله. أستاذي الفاضل، عدد كبير من المغاربة كيتبعوا هذه القصة، وأنت بحكم رجل ديال القانون تبعتي حيثيات الملف، تعلم جيدا أين هي مكامن الخلال كما كتشوف تاني سك الاتهام ديال السيد قاضي التحقيق. كيفاش كتشوف أنت بحكم أنك تدافع عن رقم واحد اللي هو جوهر القضية الوردي، هذه الإشكاليات والشق النفسي، كاين اللي توفى، كاين الناس إشكاليات كبرى في أموال طائلة، كيفاش كتشوف انت التقصير ديالو؟ انت راجل القانون اللي تقدر تكون في النصح، ولك الحق في الدفاع فيما هو مهني ان تدافع عليه بطبيعه الحال. هو مما لا شك فيه ان سي محمد الوردي كمنعش عقاري اعتقد ان الامور في حد الوقت خرجت عن السيطره عن يده، فربما هناك كثره المشاريع، وان هذه المشاريع كانت كلها باتفاق مع اصحاب الارض. إذا هذا خلق واحد اللبس في التعامل مع الزبناء، أنه كان له اتفاقات وتعاقدات مع أصحاب الأراضي من أجل ترويج المشاريع ديالهم، وذلك بالموافقة على تسويقها فوق أراضيهم. أعتقد أن وقعت له يعني صعوبات إدارية، صعوبات يعني احيانا قضائيه، هي اللي خلته انه ما يستطع شيء ينجز الاتفاقيه ديالو مع 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 الاخيار مع المتعاقدين. وكان المشروع المشاريع ديالو كبيره جدا، ربما انه كان الحجم وكيتخلص. الى سمحتي لي استاذي الفاضل، الله يطول عمرك وشكرا على سعه الصدر ديالك معنا. هو تيتخلص عند الناس، الارض ماشي ديالو، ديال ناس اخرين. اشكاليات كبرى نوعية النصب، الأموال الطائلة، الأموال في الأخير حتى كما شفتي في التصريح في الكونت بونكير الأخير ديالو فيه 5000 درهم وهو رجل كبير ديال العقار. هذه الإشكاليات كلها أستاذ كيفاش غتمر؟ لا، الإشكاليات لأنه تصنعف أن
مجموعة ديال المبالغ كلها هي في إطار عقود وعود بالبيع مع أصحاب الأراضي الحقيقية، فبالتالي ليس هناك أي مشروع على أرض وهمية، هذا لا وجود له. الأراضي أنجزت أو ستنجز على أراضي لأصحابها بموافقتهم. السيد مازال ما حررهاش وكياخذ التسويق عند الناس والفلوس عند الناس. هذا ماشي نصب هذا أستاذ. أعتقد أن المشتري تدخل في إطار تحيينه للمسألة ديال بيع العقارات في طور الإنجاز، فربما هذا كان من الخلل، هذا كان نوع من التسرع من طرف السي محمد الوردي. طبعا هناك ضحايا نتأسف لهم بشدة وبألم شديد، فعلا هناك ضحايا لأنهم هو أعتقد نفسه لم يكن في وضعية النصاب المحترف كما يتخيل، بل أنه هو الآخر سقط في أخطاء مساعديه في ظروف كانت فوق إرادته وأسقطته في المحظور. أكثر أستاذ أعتقد من 90 مليار، أنا قررت نكمل معك إذا كان ممكن، هذا إطار قانوني، لا غير أسئلة تطرح في الرأي العام. رغم منها نعم إذا كان ممكن الله يطول عمرك، راه الرأي العام متفهم وهذا هو أساس الديمقراطية، أسئلة تطرح ندرجوها. هذا الموضوع ديالو أستاذي الفاضل، هذه الأموال وكذلك عقود عندهم على لي بنك مع البنكات، غرق المواطنين وغرق البنكات، كيفاش كتشوفها انت بحكم انك لك الحق انك كتمشي لعندو وتقع عندو السجن وتسمع ليه اكثر وهادشي تعطيه لك؟ هذه رساله النبيله ديال الاستاذ، الا كان ممكن تعطينا كيفاش كيشوف هو هاد الامور. هو على حسب ما كان ما تفوه ليه السي محمد الوردي، وما صرح به امام الشرطه، وما صرح به امام وكيل الملك، وما صرح به امام قاضي التحقيق الابتدائي، وما صرح به امام السيد وكيل العام الملك، وما صرح به امام قاضي التحقيق الاستئنافي، وما صرح به امام الغرفه الاستئنافيه الجنائيه الابتدائيه، انه كانت لديه دائما الرغبه الحقيقيه في تحقيق هذه المشاريع، ولم تكن، هذا حسب تصريحه، وهذا التصريح رجعوا اليه، تصريحه انه كان دائما له نيه وخطه مدروسه في انجاز هذه المشاريع. القناعة ديالك أستاذ فيه هو أنت في هذا الكلام هو كلام صادق أم كلام فضفاض لا يستدل على أدلة وقائع؟ دخلتني في مسائل ربما. بالعكس أستاذ لك الحق، أنت توسع في النقاش. لا ليس من حقي الجواب على هذا، أتحفظ النقط اللي كتشوفها أنت أنك كتدافع عليها أستاذ، باش إيش من زاوية؟ الإطار القانوني هناك، شوف اسمعني، الإطار القانوني كما سمعته كما بسط أن أوجه المشاركة أو المساهمة في التزوير لا وجود لها أساسا، نحن رجال القانون، أمام المحاكم نكون أصحاب القانون، ليس هناك دوافع أو معطيات أخرى إلا القانون، السيادة للقانون والكلمة الأخيرة للقانون، هذا هو تواجدنا هنا. فأم أخرى ربما كاين أماكن أخرى يمكن مناقشتها، أما أمام المحاكم القانون ولا غير القانون. هناك سؤال اخير بسيط جدا، ما يشاع وما يتم تداول فيه اكثر من 90 مليار، كونت عنده فيه 5000 درهم، رايك انت وسط؟ ربما تكتفي بهذا الشيء اللي جاوبتك، الله يخليك، مره اخرى ان شاء الله وسنه سعيده وكل عام وانتم بخير. لكن حق استاذي الفاضل، صافي استاذ انا نجاوب مرحبا، لا راه الكاميرا خدامه غنجاوب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاطار القانوني واضح في هذا الشان، ويبقى الصلاحيه والحق القانوني للاستاذ ان يدافع، لانه الموكل في كلتا الحالات له الحق في دفاع، الا ان واقع الحال وامور اخرى عدد كبير من المغاربه تيعرفوا حقيقه الموضوع، موضوع باب دارنا اشكاليه كبرى، ما هي منهجيه الاشتغال اللي اعتمد عليها الوردي ومن معاه من اجل بلوره الموضوع بطريقة ممنهجة وقانونية باش الناس تاخذ ما يسمى قبر الحياة. مشاهدينا الكرام، اختلاسات كبرى، اشكاليات كبرى في الموضوع، ناس اللي توفى واللي تشلوا معاناة، وهنا كذلك معاناة في امن المغاربة من الجالية اللي تم النصب عليهم في اموال طائلة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما الملف، ويبقى الحق للقضاء الجالس وصاحب القرار، كما لتنوي الرأي العام اكثر، الهيئة اللي عندها الملف لها من تجربة ما يكفي فيما يخص هذه الملفات. أستاذ أعطانا وجهة نظر ديالو وتحترم طبيعة الحال وهذا حقه، ولكن ما هو واقع في أمور أخرى موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.